يتساءل البعض عما إذا كانت الإعاقة أو النقص الجسدي عنوان نفسية انهزامية تفتقر إلى الطموح ومعنى الحياة، فيما تمر بالخاطر حيرة كيف لمن يعيش بمزيج من الألم والمعاناة أن يكون من عشاق الحياة، وهل من الهين أن تنبثق من علقم الجرح بسمة تعقبها إرادة صلبة خلاقة لشعلة من إرادة فيكون بذلك الشعار إما نجاح وإما فلاح؟ هي تساؤلات سنتوسل الإجابة عنها في مختلف حلقات البرنامج، والبداية ستكون هنا من سوسة. أهلا بكم. عندما يتسحر الألم في حضرة الأمل، عندما يعانق محمد الحياة بعشق ينسيه تقلبات الدهر وأوجاع البدن، عندما يسير قدما بلا قدم، عندما نتعلم منه أن النقص فكر لا جسد، يسير محمد بخطى ثابتة ليعانق الهدف، لا بل يصنع روح العزيمة، روح الصبر، بل هو عشق الحياة بلا هوادة ولا ملل. بساق مبتورة يتنقل محمد ذو 22 ربيعاً، لم يخير الاستسلام أمام المرض، بل واجه فكراً مجتمعياً بأكمله، فنراه ينحت بصمة فريدة سيما بعشقه لكرة القدم وهو بلا قدم. عشقي من قبل من الصغر كرة، كنت نلعب كرة، كانت طموحي معناتها نلعب في نادي، من الغالب معناتها وقت جات الفترة وقت مرضت معناتها بسرطان في الساق، وتعديت اكسبيريونس طويلة شوية أكثر من عام تقريبا، عملت عمليات جراحية لكن بفضل الله والحمد لله على كل حال، يعني يلزم باش نتخلص من المرض لازم تقص الساق، وتقصت معناتها الساق، أما ما وقفتش على لعب الكرة خاطر هي غرام من الصغر، استاد وتكوير، ما إنسان مرس خفي الحمد لله، لا عنده لا إدمان لا على أشراب لا حاشاكم ولا دخان لا حتى، يعني جات غرامه في الكوره، حتى من بعد ما عندك قصه الساق بالعكس ولات يفور وحاجه ما خير، قبل يعني شنو الفات كور بزوج ساقين عادي، تو بالعكس كي تمركي بونت يعني بساق برك تولي يعني حتى القوم تاع البونت تولي خير، حتى انسان تكوير هكا عادي كي مركي بونت يعني تسمى حاجه كبيره، مش كيما مثال بدا يلعب بزوج ساقين مركب بونت حاجه عاديه كيما كل يوم، وبالعكس يفور كي تنحي كوره ولا حاجه صعيب، خاطر انسان بساق واحده يعني باش ينجم يعمل باراد ولا حاجه كيما هكاك. هو حب الكرة بل عشق الحياة، عشق الموهبة بل قل عشق الأمل. من الأول أني كنت نلعب الجوار معناتها من الأصل، معناتها حتى كنا نلعب مع الأولاد نلعب الجوار، بعد معناتها أنا نهار من النهارات شديت جول معناتها لقيت روحي نجم نشد، من وقتها معناتها قعدت نشد جول، حتى أي تكوير نادي لي جوار نقول لهم نشد كان جول، تو معناتها بالعكس يعني مانيش باش نبطل معناتها باش نقعد نشد ديما جول، وبالعكس تو عندها جو معناتها خير كي تعمل باراد ولا حاجة بخير، يعني فور بيرسونيل وتزيد تعمل باراد بس يخبرك معناتها عندها جو سبيسيال. لو كنت حدثنا كيفاش تصير التدريبات نتاعك، يعني تصير كل يوم ولا بشكل دوري ولا كيفاش؟ يعني خاطر الفترة هذه معناتها كنت نخدم معناتها صيفي، معناتها قعدت جست التمارين نتاعي في الصالة القاعة الرياضية، يعني نعمل ثلاث حصص يعني في الجمعة باش معناتها ما نتقواش على روحي، ومن طول معناتها واحد يخدم فيزيكمون، تو معناتها وحتى قبل ما كنت نخدم كنت نلعب ديريكت كل نهار، نزيد هنا نعمل دورات يعني شوي شيفمون وتسخين. والكره معناتها اكيد هذيك ديما لازم، وما تو معناتها تو ارتحت معناتها خاطر قرايه قربت وكل شيء، الشهر هذا واحد يستغل ويكمل فيه معناتها شاك جور يترين. ان تتالم للنقص الجسدي فذلك امر بديهي، ولكن ان تتغلب على النقص وتتاقلم مع نسق حياه جديده فهنا يكمن الفرق ويتجلى التحدي. الانسان ما يوبش يلقى صعوبات خاطر معناتها كونديسيون فيزيك جدد، ويعني مش والفورس معناتها اقوى باش تولي، اما الصعوبه هذيك يعني بعد كي تحقق السكسي عندها قوة سبيسيال خاص به، يعني مثال تو انسان مش يخدم مثال ميسكولاسيون ولا باش يكور فوه، انت يعني عندك انت تسمى عملت ان اكسبلوا، اللي انسان عادي ما ينجمش يعمل، انسان عادي باش يكور بطريقه عاديه معناتها كيما كل نهار معناتها، بالنسبه للانسان كيما انك يعمل فور بزايد ومعناتها هذاك الفور هذاك كي ماركي بيوت ولا كي يلعب ولا كي يرق يا شيخ هو في مخه يرتاح. هكذا يبدو محمد بمرونة يتحدى الألم، فتراه منسجما مع الكرة، ولكأن لسان حاله يقول ها أنا بلا ساق بلا قدم، لكنني قادر على صناعة التميز، لا بل صناعة الحياة. ما هيش نهاية العالم، عمر الدنيا ما كانت تقف على ساق ولا على طرف من الأطراف،
بالعكس يعني صحيح فما صعوبات ونسهل مش باش يكون كما قبل معناتها خاطر يعني خليقة ربي ما تتعوضش ما تنجمش تصنع مستحيل الانسان يوصل يصنع طرف معناتها اصطناعي كيف طرف على طول ربي اما راهو بالطبيعة هذيك عند اول حاجة الساعة عند ربي خير هذاك والصبر عند الابتلاء معناتها حاجة باهية وأجر وثواب والدنيا من بعد باش تكون خير صحيح ملو باش تجي صعوبات معناتها خاطر الفي كوتيديان باش تتبدل معناتها باش تولي فما شويه صعوبات بشويه بشويه واخد شويه صبر نجم يتاقلم معاهم ما نجم يمارس السبورت او مثلا نجم نكور نجم البحر نخرج حتى من غير البروتيز يعني ماهيش الانسان باش ما يستعرش من الروح بالعكس فخره معناتها اول حاجه اخويا كان غرمه بالكوره كبير برشا وهذايا بالطبيعه يعود لفضل بابا خاطره كان جول وهو ما شاء الله جول عليه كان الجول الاول في الحومه انا فرحان بولدي كي نشوفه يلعب مع اصحابه وكيف اصحابه وخير من اصحابه خاطر انا نعرف ولدي اللي هو عنده طموحات اكبر منه قبل كان يلعب معنا كان يكور معنا في الحومه وكمرض وسقط خاصة قعد دقيق يعني ما تبدلش قعد يعني يكور معنا يمشي معنا الرساله يجي يكور معنا في الترطون يطلع الاستاد يغني يعمل كل شيء بون تو نزيد نشجع ونزيد نعاونه خاطر واجه صعوبات يعلمها كان ربي اماني فرحان به برشا فرحان بيه برشا خاطر كان جاي عبد اخر راه استسلم وكل شيء اما خويا محمد استسلمش كانت العزيمه نتاعو قويه هذا الشاب في مقتبل عمره لم يحده النقص الجسدي عن التميز في دراسته بل ولد لديه رغبه في الاصرار ومواصله خوض التحدي اذ كان شعاره إياكم والإحباط فإن المحبطين لا يغيرون واليائسين لا ينتصرون محمد بعد ما عرفنا غرامك بالسبور والكورة والكل ماذا بيك تحدثنا شوية على مسيرتك الدراسية كنت إنسان مغروم عنده بالقراءة يحب نقرأ على ورقة خاطر إنسان كان عنده طموحات باش يوصل عنده أهداف معناتها يحب يحققها كنت من الأوائل يعني من الليسي وعندي تدل على ذلك كنت ديما من الاوائل الاول والثاني شهادة شكر بعد نجيب 15 16 معناتها معادل عامة الباك نجحت بمونسيون قريب من الحسن وصلت نجحت باك 2013 ومن بعد معناتها مشيت نقرا تمريض في سوسه قرب اللوكال نتاع ليتوال قريت شهر ونص ومن بعد وقتها يعني هو عندي وقتها كونسير في ساقي اما ما فقتش به كان كي تضربت في الكوره يعني ربي جعل لها اسباب وقتها قصيت معناتها على القرايه عملتها قعدت معناتها نداوي في شيميو ثيرابي وعمليات جراحيه العام الثاني وقتها حبيت معناتها نرجع ما سهلش ربي وقتها تقصت ساقي عاودت عام ابيض محمد لو كنت حدثنا كيفاش تاقلمت مع الحاله الجسديه الجديده اللي عندك والله وقتها في العمليه معناتها خاطر اني عملت منو البيوبسي باش نجموا طلعوا بها معناتها لي كونسير بعد ما عملت سكسيسيون تاع ديزوبيراسيون من الاول معناتها تنحى التيمور معناتها الكونسير ومن بعد معناتها خاطروا من نوع ماليني انثى معناتها عاود رجع من جديد باش لازم يتاكدوا باش يلزمهم يعملوا بيوبسي اخرى كي عملوا البيوبسي عاودت رجعت لي معناتها نفس الوجيه نتاع المره الاولى هي قبل ما ثلاث ايام وقت ما يجيني التحليل حسيت فما حاجه اني قعدت قاعد وزرت لامي قلت لها راهو فما عمليه ماهيش باش تكون على البال كيما هكا قالت لي يزي معناتها صلي يعني قلت لها سبحان الله يعني فما انسان تنجم تكون عنده ثلاثه اربع معطيات يعرف معناتها يحس بحاجه بعد ثلاث ايام اختجت الريزلتا نتاع العمليه اللي هو فما كونسير طبعا من الاول الانسان ما تاثر خاطر معناتها ما تحط له راهو في محلي حلوا لي باش يرجع لي معناتها نوع جديد باش نعمل شيميو الحل الثاني 1000% قلت له راهو باش يعاود يرجع نفس النوع راهو فما قصان متساهل قالت لي زي كيفاش تقول قلت له والله فما قصان متساهل بعدها انا كلمني وقت الطبيب قال لي حاجتي معناتها باش نقابل امك وبوك خاطر العمليه ما تمش كم يفقهم معناتها هما من غدوه وقتها ماشي خاطر مخلي نمشي معاك ما نحكي معاه معناتها نقول له خلي معناتها يباشر الامور وقت خاطر نمشي نعمل عمليه الاخرى وما نجمش معناتها نديبلاسي برشا قالت لي اقعد على راه وقت بعثت له ورقه جيت باش حبيت نتاكد حبيت نعرف شنو معناتها نتاكد على نوع الكونسير وشنو هي فانا مرحله واسكو دو بزوان دو لا شيميوثيرابي ولا وقلت لهم ديريكت معناتها نقول له قص كي جاو معناتها حكوا لي قال لي هو يلوج على دخله باش يدخل لنا وهما قالوا له معناتها قال لك محمد كان تحب معناتها تقص قص فرح ديراك يعني هم قابلونا رجعوا نهار ثلاثة قال لي بلاصة ووقت دخلني للعملية محمد قوت إيمانه بالله وتشبث بربي سبحانه وتعالى صحيح هي مش سهلة معناها لكن سبحان الله ربي كي نزل قضاء ينزل صبر معاه هو كان سبب في صبرنا احنا محمد حتى ولو ابتلاه ربي عارف انه هو ابتلاه يعني وربي سبحانه وتعالى يتليك الانسان اللي يحبه وبهذا معناه كان هو معناه قوت الايمان بتاعه
والعزيمة والصبر معناها تعدى المرحلة هذيك فهمتني، وتو يخمم انه معناها يوصل مثلا في كورة، يوصل معناها انه في قرايته حاجة باهية، معناها محمد مش هكا نتاع نوع معناها عشرة الحاكم ينجح بها، محمد معناها يحب معناها ديما من الأوائل ديما، معناها محمد نعمة عاتيه لربي بالنسبة لي أني ما عندي ما نقول فيه، معناها نعجز أني كنت نتكلم قدام ولدي بالنسبة لي أني نعجز معناها واليوم هذا محمد هو يصبر فينا ويعرفني أني معناها روحي هو محمد. هو ذا محمد اللجمي يعشق الحياة ويحب التحدي، فالنقص الجسدي لم يحط من عزيمته وإقدامه على تحدي الصعاب، فبابتسامة صادقة وصبر على الابتلاء ينشر المواعظ والحكم، فعشقه لمواقع التواصل الاجتماعي يعكس عشقه للأمل، فتراه يكتب نصائح بل هي درر، وتراه يقدم دروسا في الصبر والإقبال على الحياة بحب ينسيه ذاك النقص الجسدي. حسب ما لاحظنا في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ديما تنشر في رسائل تبين معنى العزيمة والإصرار، لو كنت تحدثنا عن الفحوى متاع الرسائل هذه. بالنسبة للميساج معناتها نوصل فيها على الفيسبوك هي معناتها كتعبير عن افتخار يعني معناتها بالحالة هذه اللي أنا فيها يعني، والحمد لله معناتها كل شيء نجم نعمله الحمد لله، معناتها ما عنديش عذر، معناتها عمرها ما كانت انه الانسان باش ينقص طرف باش يكون عذر ولا سبب باش ما يعملش حتى شيء، ومنها معناتها تشجيع على الناس اخرين معناتها باش يواصلوا الحياة. وشعار يعني بالنسبه هذا هو نيفر جيف اب، هذا هو شعار يعني للاستسلام. ما نحبش نستسلم ديجا معناتها بشوي بشوي، واحد معناتها رجع يكور ينجم يخرج ينجم يعمل شويه سبورت او مسكلاسيون، ان شاء الله معناتها الايامات القادمه مش نحاول معناتها نسوق بسكله، الايامات اللي من بعد النجم نحاول حتى نقز معناتها في الحجر في البحر، كل مره معناتها نعمل تشالنج جديد وان شاء الله ربي يسهل. اصبر قليلا فبعد العسر تيسير، وكل أمر له وقت وتدبير، هكذا كان يردد محمد بعد أن ولد صبرا خلاقا لشحنة من عزيمة من جلمود، عزيمة لا تتشقق ولا تتصدع ولا تلين. هو ذا محمد الشاب الذي صنع من النقص الجسدي قوة وإرادة صلبة، فتراه يتدرب في قاعة الرياضة بكل عزم وحزم، عزم بدد ذلك النقص الجسدي بل قوضه وصحره، ولكم تغنين هذه المشاهد عن كل تعليق. محمد ما شاء الله عليه هو من أول ما جاء ما عندوش حتى طرف معناه متاع إنسان عنده نقص معناه في بدنه ولا حاجة، يجي يترينا يخالط الناس يضحك معاهم يهز مع الناس كل، احنا خاطر نشوفه في أوروب، في الأوروب نشوفه ناس سباحين ناس رياضيين يلعبوا كورس يلعبوا برشا رياضات ما عندهم حتى نقص، الحاجة هذه تتداول هنا في تونس وتولي حتى اللي ما عادش يحسوا بحتى نقص، كما أخونا محمد ما شاء الله عليه في البحر يلعب كورة يجي ترانا لهنا مواذب ما شاء الله عليه. سي عماد أنت جار محمد وكنت الممرض المباشر لحالته، لو كنت حدثنا على محمد كيفاش معناه يتقبل حالته الجسدية والنفسية خاصة بعد ما تم بتر الساق متاعه. محمد طفل ياسر رزين عاقل، إنسان متثقف، إنسان يعرف واجبه من تجاه والديه تجاه حتى جيرانه، والديه اللي بصراحة وقفوا له بالكدا ورجعوا له أنا فهمت رجعوا على الطريق الصحيح لكون الإنسان نجم يعيش، ولو أنه ماشي إعاقة أنه نغزلاش إعاقة، ناس برشا ناس يقولوا إعاقة ماهيش عمرها ما كانت هذيك الإعاقة، الإعاقة ممكن تكون ذهنية أكثر ما عضوية، الإعاقة العضوية ما تمنعوش باش يقرأ ويخدم والحمد لله يعني إنسان عادي ما بالنسبة لنا احنا وتحمل ونجح تو حاليا سما ونجح.
أيها البحر مهلا، فراحتي عندما تنسجم ذاتي بأمواجك. مهلا يا بحر، فأنت صديقي، أنت مرآة تعكس ذاتي. فتراه يسبح بخفة وسلاسة تكشف عن قوة إرادة كامنة لديه نعجز عن توصيفها. فنظرته للبحر تروي قصة، وتلك القصة تخلق عبرة، وتلك العبرة تلهم محمد وغيره روح العزيمة والإصرار. بالنسبة للبحر ما أنت من الإنسان الصغرى ما أنت وزدت قرب القريب مش بعيد برشا ديما نعوم، وصرتو طو ما أنت نشوف في قاعد يعاون فيها خاصة زدت في الإنسان سبورتيف ما تحب السبور وكل شيء قاعد يعاون فيه بالقدي وبليز هو الفريد. بالنسبة لآخر ميساج نحب نوصل ما أنت إنه الإنسان ما عمره ما كان كيفقد طرف رأي، ما عمره ما كانت نهاية العالم، بالعكس حياة جديدة يبدأ من الأول جديد، وبقدرة ربي يعني فما كان الخير وصحيح فما شوية صعوبات أما سي فاسيل واحد بعزيمة وقدرة ربي معناتها بإيمان ينجم يتجاوز كل المحن ما فماش حتى شيء صحيح. ما نحب نوصل للناس نحب نفسر لهم حاجة إنه رأي الإعاقة عمرها ما كانت إعاقة الجسد، بالعكس إعاقة الإنسان اللي يخمم في حاجة كيما هكا وإلا الإنسان اللي يراها يعني حاجة كيما نقولوا نحن نقص ولا يقراها نقص. بالعكس يعني هذيك الواحد يغلق من الضعف قوة وما ينجم يقف حتى شيء، إنسان بطموحاته بإيمانه بربي بعازيمته كل شيء ما ينجم يقف حتى شيء. بإمكان النقص الجسدي أن يسلب الفرد قدراته البدنية، لكنه لا يستطيع حتما أن يسلبه عقله ولا قلبه ولا روحه. هكذا كان يردد محمد وهو يرنو بعينيه إلى أعلى يطلب العلا. فبابتسامة صادقة وعزيمة قدت من فولاذ، صنع محمد التحدي والصبر والثبات ليعانق الحياة بعشق أنساه ذاك النقص الجسدي.